السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتتبعوا هذا الفيديو. إخواني أخواتي، مبدع اللي هزوه اليوم كوما مباشرة بعد رفض القاضي بمحكمة الاستئناف بالغرفة الجنحية السراح المؤقت، الأمر اللي ما تقبلوش مبدع، وقد تم تلقي العلاجات الأولية بسبب هبوط حاد في الضغط السكري. فمبدع اليوم اللي كيمثل ولاية الفساد والقهر والظلم والجور والإفلاس والسرقة، فأكثر من 27 سنة حلقة من شبكة عصابة لصوص، من سيارة موظف بسيط إلى قصر، وكان كيسميه مبدع إخوان أخواتي بالنوالة. فهذا القصر هو على أرض فلاحية من 18 هكتار، واللي هي خارج مدينة فقيه بن صارح طريق واتزم، بالإضافة إلى 158 عقار وشقة فاخرة بباريس، بالإضافة إلى شركة باسم الإبن ديالو في فرنسا، وهو متزوج بفرنسية، والعرس ديالهم الأسطوري واللي دام أكثر من 8 أيام، وقد صرف عليه 2 مليار سنتيم. وهادشي كله إخواني أخواتي كان الحضور ديال رؤساء بعض الدول، وحدد ولا حرج إخواني أخواتي. داكشي راه كان صادم ومفاجئ لساكنة فقيه بن صالح اللي كتعاني الأمرين. وفي الأخير السيد كيطالب بصراحة المؤقت، فإذا كان هاد الصراحة المؤقت فهذا يعني أن القضاء كيحاول يتحيز لهذا السيد، يعني أن مبدع يعني بريء من جميع التهم، فلا يعقل أنه غيتم قبول طلب بصراحة المؤقت. والقضية إخواني أخواتي فهي كبيرة وكبيرة جدا، خصوصا عند التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية، واللي تثبت فعلا أنه متورط يعني بالنهب مال عام، يعني بزاف الامور، كذلك بالرشوه، كذلك بالتزوير، ديك الشهاده يعني الميلاديه ديال ديك السيده اللي كان بايطاليا، وهادشي كان غير ديك التزوير اللي قام به، يعني ديك التزوير اللي قام به بالبلدي اللي كان هو رئيس المجلس البلدي بفقيه بن صالح، واللي كان جاتو يعني واحد مكالمه من دولة إيطاليا من طرف بيرلسكوني اللي كان هو متهم باغتصاب هذيك الفتاة، واللي كانت هي عندها 16 سنة، فهو حاول أنه يزور يعني تاريخ الميلاد ديال هاد السيدة ودير لها 18 سنة، وهنا فين خرج هذاك بيرلسكوني يعني بالبراءة. أكيد أن هذا المبدع اللي كان تسلم مبالغ مالية كبيرة نظير أنه يقوم يعني بتزوير هادشي، وهادشي كله موثق وهادشي كله اعترفوا به، وحتى ديك الفتاة اللي مولات 16 سنة راه حتى هي اكدت الخبر، ومازال يعني متابعات كثيرة في حق هاد السيد. فاحنا امام يعني واحد الازمة اللي هي كبيرة اللي كيتخبط فيها المغرب، اللي هو الفساد، محاربة الفساد. ولا طالما سيدنا الله ينصرو كنتكلم على هادشي كامل، كنتكلم على هادشي كامل، وعطانا الضوء الاخضر باش نفضحوا المستور. وهنا فين جا الوقت باش نتكلموا على هاد القضيه، لطالما اننا ساكتين عليها فغيزيدوا مازال بعض المسؤولين غيتمادوا في هادشي، ومازال غينتشر هاد الفساد في ربوع المملكه، وهادشي اللي كنرفضوه يعني رفضا تاما اخواني اخواتي. فصراحه فجميع يعني الناس اللي كيحاولوا انهم تجيهم غيره على الوطن ديالهم، فهم كيتكلموا على هذا الموضوع، خصوصا الحكومه اللي مازال يعني ما لقاش حتى شي حل باش ترضي المواطنين، باش تناقش معاهم الهموم ديالهم بخصوص الازمات، يعني غلاء المعيشه، يعني بزاف مسائل. فعيد الاضحى راهو قرب، فكاين عائلات اللي ما لقاوش حتى انهم يعني غير ديك كلفة المعيشة اللي غتيسيروا بها ديك الشهر، فهم ما لقاوهاش. فين هو الدعم اللي كانوا كيطالبوا به يعني بزاف الحكومات وعلنوا عليها، فما حتى شي من هاد القبيل شناه.
فالاكيد هنا كيتبين لنا ان الفساد استشرى في البلاد ديالنا والحكومه راه ما عاملاه حتى شي حاجه. فكل هذيك الاستثمارات وهذيك المشاريع اللي كنشوفوا على ارض الواقع فهي استثمارات اللي كنعلن عليها صاحب الجلاله، فهو دائما هو اللي كيكون عنده المبادره. اما الحكومه راه ما كاين حتى شي حاجه من هذه القبيله، حتى حاجه ما كاين حتى شي حاجه زالوها من عندهم. فالبنيه التحتيه حتى هي اللي كنشوفوا الاصلاحات في بلادنا فهي كلها يعني من الاوامر اللي كيعطيها صاحب الجلاله، والدليل انه كيوقف على رجليه وكيمشي كيبحث وكيقلب واش غادي كيصلحوا البلاد ولا لا ولا الارض ولا شي حاجه، فهنا فين كيتحركوا. ولكن اخواني اخواتي، السؤال المطروح في الذهن ديالنا واللي مازال ما لقيناش ليه الجواب ديالو، فرغم هاد المشاكل اللي تتخبط فيها المغرب وهاد الشوهه اللي كتخبط فيها هاد الحكومه، يعني متورطين في الفساد، متورطين في النهب، متورطين بزاف المسائل، فعلاش ما تم تفكيك هاد الحكومه واعاده الهيكله ديالها وإعادة تعديل هذه الحكومة اللي كنا كنتظروها، بالرغم أن كانت بعض التسريبات وكنا كنظنوا يعني إحنا كمغاربة غيخرج ذاك الفرج، يعني كل شيء غيفرح يعني ونبداو حياة جديدة، ولكن لا شيء من هذا القبيل تبدل، فكل شيء باقي في بلاصتو، كل شيء باقي في بلاصتو إلا هذا المبدع اللي تم الاعتقال ديالو واللي كيحاول أنه يبرأ راسه من جميع التهم. شو خيبة الله هاد السيد اللي صراحة اللي تم الاعتقال ديالو بسبب العديد من الشكايات اللي بالفعل تبتت في حقه، يعني نهب المال العام، وهذا الشيء اللي كان اعترف به في الضابطة القضائية والشرطة القضائية، وفي الأخير كيطالب بالصراحة المؤقت. وحتى دنو واحد السيد مول القهوة، يعني كانت عنده واحد القهوة يعني فقيه بن صالح، واللي كان يعني جا عنده مبدع وقال له غتبيع لي هاد القهوه لانه كان جات في واحد الموقع واعر، ولكن هاد السيد اللي رفض انه يبيع له القهوه فجا انتقام منه، جاب التراكس يعني وجمع كل شيء لسبب انه يعني استغل ديك السلطه لانه وزير الوظيفة العمومية سابقا والبرلماني، وهذا الشيء اللي خلاه انه ينتقم من هذا السيد لانه ما خلاش ما بغاش يبيع له هاد القهوة. على اي فهاد نو ديال هاد السيد هما خرجوا فيه، نو هاد السيد لانه هو خرجوا فيه لانه كان كيظن هاد مول القهوة انه لقى واحد الاستثمار اللي غيخليه لولاده من غيموت، ولكن شاءت الاقدار انه كل شيء ضربوا ليه في الزيرو، وهذا الشيء اللي خلى هاد المبدع يعني يخلص الثمن ديال هذيك الحقره اللي حقر على هاد السيد. على اين فاحنا كنتمنوا من الله عز وجل يعني تكون اصلاحات جديده ويكون يعني محاكمه ديال هاد جميع المسؤولين بخصوص يعني هاد الاتهامات اللي تسربات، وبالفعل راه القادم غيكون أسوأ بخصوص اعتقالات يعني بعض المسؤولين، خصوصا وان الاعتراف ديال المبدع يعني بالناس اللي كانوا كيساعدوه، الناس اللي تقاسم معاهم ديك الولائم وديك الثروات، اكيد غتكون محاكمه تاريخيه، محاكمه علنيه لهذا المسؤول.